أخبار البرنامج كان تلفزيون جديد عم ينقل نهائي المدارس من يومين، نهائي المدارس بكرة السلة اللي جمع على أرض ملعب النادي الرياضي. احتفظ فريق مدرسة الحكمة هاي سكول ببطولة لبنان المدرسية لكرة السلة بعد فوزه على فريق مدرسة شونفيل 72-54 بالمباراة النهائية يلي صارت على ملعب الرياضي بالمنارة. المباراة كانت على مستوى عالي من المنافسة والندية، وتألق أكثر من لاعب بالفريقين مثل ميتشل تابت واندرو كوبالي وسيمون درغام وغيرهم. دكتور مازن قبيسي مدير الأنشطة الرياضية بوزارة التربية واللي مثل الوزير مروان حميدي سلم كابتن الفريق البطل سامر الخويري كأس البطولة، واللي قدموا بدوره لرئيس المدرسة الخوري جابرييل تابت ومدير الرياضة بالمدرسة الخوري جهاد صليبة. ألف مبروك لمدرسة الحكمة هاي سكول تخريج هالجيل الصاعد.